العالم اليوم أصبح سريع ومعقد ويتغير بسرعة، والتواصل أصبح مختلف عن قبل 10 سنوات. لذلك عليك أن تتواصل بشكل أفضل وفعال ومبدع. عندك منتج عاوز تبيعه أو فكرة عاوز تعرضها أو تقدم عرض، أو حتى تنفذ مقدمة زي دي، يبقى أنت محتاج تعمل موشن فيديو، وهو عبارة عن فيديو تقدر تشوفه وتسمعه ويسهل فهم المعلومة، والأهم من ده أنه يسيب بصمة عند المشاهد. الموشن فيديو ببساطة ممكن يحتوي على نصوص متحركة، صور أو فيديو أو موسيقى أو إحصائيات، وكل دي أدوات هتساعدك إنك توصل المعلومة بشكل واضح وفعال. وعشان تعمل موشن فيديو أنت مش محتاج برامج مكلفة أو معقدة، أنت محتاج فقط PowerPoint وكامتازيا ستوديو. من خلال الدورة هتقدر تصمم فيديو احترافي بجودة عالية يحقق مبيعات حقيقية بدون أي تكلفة إضافية، أو بدون الحاجة لمصمم جرافيك، أو بدون أي برامج عالية التكلفة. هتقدر تصمم فيديو احترافي يبهر مديرك وزملائك وطلابك حتى لو أنت مش متحدث لبق، أو تشاركه مع أصدقائك على شبكة التواصل الاجتماعي وقناتك على اليوتيوب. الدورة مقسمة إلى 4 أجزاء. الجزء الأول هو التصميم الاحترافي في الباوربوينت، أما الجزء الثاني فهنتعلم فيه تنفيذ الحركة الاحترافية والمؤثرات الصوتية. الجزء الثالث بعد كده هنتعلم فيه إنجاز ومعالجة الفيديو في الكامتازيا، وأخيرا الجزء الرابع هيكون تطبيق عملي عن كيفية إنشاء فيديو لسيرتك الذاتية. هتحصلوا مع الدورة أيضا على مجموعة احترافية من القالب الجاهزة تمبلتس، بالإضافة إلى مجموعة قيمة للمصادر الاحترافية لتحميل الصور والأيقونات اللي ممكن تحتاجوها في فيديوهاتكم، كمان مصادر لتحميل أفضل الخلفيات الصوتية المجانية. انت كمان تقدر تصمم فيديو احترافي، فقط انضم للدورة وتعلم أفضل ممارسات تصميم الفيديو في باوربوينت والكامتازيا.